يلا يا كاميليا انا خايفه انا خايفه يا انجي انا خايفه لا يا تحليله يا مجنونه المسيره هناك اهي هتبدا هيطلعوا على سلم النقابه مدي بس بسرعه لا بس بجد انا خايفه لا يا انجي لا والنبي مش هنسلم مش هنطاطي مش هنسلم مش هنطاطي مش هنسلم مش هنطاطي لا يا عنف ضد المراه 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 صوتنا لازم يوصل صوتنا لازم يوصل انجي انجي انا قلقانه قوي الوضع مش مستقر هنا والامن مش مستتب والخضار ما بيتغسلش والغسيل ما بيتنشرش ادي يا كوكي في ايه يا حبيبتي انا فاهمه انت متوتره ليه يا ماما مفيش اي مشكله انا وانتي هنثبت وجودنا بس انا صورك كام سيلفي وانتي تصوريني كام سيلفي وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابه ونروح لبيوتنا يا سلام ايوه الهدوء اللي انت فيه انت مش فاهمه حاجه احنا في وسط المظاهره يا انجي احنا لو اي بوكس جه خدنا هنروح في 60 ده يا انجي يا بنتي فلا الله ولا فالك وبعدين بقول لك ايه احنا جايين واقفين في وسط وقفه نسائيه وقفه رقيقه وقفه ناعمه ايه اللي هيحصل يعني انت مش فاهمه حاجه اصل حسين منبه عليا لو شفت مسيره بس حلو كده لو شفت اي مسيره حتى لو في طرقه بيتنا يعني امشي واسيب بيتنا حسين هينفخني حسين هينفخني بقول لك ايه حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه هو شغال منبه وبس بقول لك إيه؟ ايه كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب انت مش فاهمه يا انجي انا خايفه لحسن يكون في طرف ثالث مندس في المظاهره يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه مندس في المظاهره وطرف ثالث يا حبيبتي ما فيش حاجه اسمها مندس ولا في حاجه اسمها طرف ثالث إيه؟ وما تقوليش كده قدام حد لان الناس بتضحك عليك انا ما عملتش حاجه انا بريئه 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 يا العقل يا العقل انا ما عملتش حاجه انا ما عملتش حاجه هاجي لك يا كوكي هجيب محامي واجي لك يا كوكي يلا هاتها معاك كوكي تجيب مين لا 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 حضرتك انا مش عايزه عنف بالراحه افهمك بس خدها خدها بلاش عنف بلاش عنف حضرتك بلاش عنف حبيبتي تعالي هيعدمونا ولا هي انجي استني انت كمان هو حضرتك اكيد في طرف ثالث سخن ما بيننا مش انا قلت لك كده ايوه في مش انا قلت لك برده كده اه قلتي لي جاتك خيبه اعدام يا انجي انت لابسه احمر يبقى اعدام تمام يا فندم طابور الارض جاهز بره يا فندم انا عايزين ننفخه من الناس اللي بره دي امورنا يا فندم تحب نعمل ايه هقول لك انت اول ما تشوفني بشرب كوبايه الشاي بصوت كده اهو تقوم نازل فيهم ضرب على طول هو فندم فهمتك كانك ولعت الولاعه يعني السيجاره بالولاعه فهمت بالظبط كده يا سلام عليك ابو التفانين يا حسين بيه يلا ندهم لي بسرعه دخل لي يا ابني طابور العرض يا حلاوه يا حلاوه اتفضل يا حسين باشا خلق العكرة دي انا شفتها فين قبل كده دي كاميليا مراتك يا حسين ازيك يا حسين كاميليا مفاجأة مش كده دي مفاجأة جميلة لا ابو زيدك يا حسين اوعى تشرب كوباية الشاي بصوت يا حسين ودي ايه يا كاميليا هو ده وقته اشرب اشرب يا باشا براحتك لا يا حسين من غير صوت يا حسين اسكت انت مش فاهمه حاجه لا فاهمه بقى مش وقت اتيكيت دلوقتي ده انت هرياني في المكتب صنافور بيشرب طول النهار سيبي الراجل يشرب براحته اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار ابو سيدك لا بلاش صوت يا حسين ولما انت خايفه كده ايه اللي وداك المظاهرات يا كمالي انا قلت لها بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا ساعات بيبقى في طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقه الجميله بين الشرطه والشعب انا عملت اخلصي حاضر يا حسين تروحي المظاهرات يا كاميليا
وما تعمليش لجوزك عمود الاكل بتاعه بتاع كل يوم. اخص عليكي يا كاميليا، اخص عليكي. ازاي؟ انا قلت لها يا فندم كتير 100 مره، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في اي شغل غير لما تخلصي عمود الاكل بتاع حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر، انت بس خرجنا من هنا ده انا هعمل لك قهوه ميده وميت كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه. ثانيه واحده، وتعملي عكاوي؟ يا خبر. بص حضرتك، وانا مش بعرف اعمل عكاوي، بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوزة التيف بقى. يا خبر ابيض. اخرسي خالص. ايه؟ يا بتاعت زوجه مفروسه. ها؟ نفسك بيعزني قوي يا كاميليا. قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. حجز لا يعزن والنبي، حجز لا يعزن. يا نهار اسود، دول مرمطوكي. قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا اتحايلوا عليا. اخرسوا زي ما قلت لك، يتنفضوا خصوصا دي. ده طلع بعزين انا. ياما راجعلي من الاسم يا هانم. ده بدل ما تقولي حمد لله على السلامة. ادي اخرة مأموريات الجورنال يا ست البيت، مراتي بقت سوابق. في ايه يا علي؟ كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة. كنت في الشغل؟ وايه اللي في وشك ده؟ ختم النجاح وسام الكفاءة. لا ده اسمه ضريبة العمل. وبعدين عادي يعني، بتحصل. ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لأي إصابة. إصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي؟ وبعدين عمل لك إيه يعني ظهورك في التلفزيون؟ ولا حاجة. ليه؟ خد قروش، قروش ليه يا علي؟ أنت هتطبخي بيهم بعد كده؟ لا حرميهم، امسك بس. يا خد العرف. مامي. مامي. صبحي حبايبي. إيف. إيه اللي عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، معلش بقى أعمل إيه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك. حاجات سودة صغيرة كده، هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي. قرصتها وحشة ومش نمل، دي أكيد براغيت يا مامي. براغيت؟ يا لا لا لا، دي شكلها صراصير. يا صراصير. خذي يا مايو النبي هروشيلي، هروشيلي مش قادرة. هروشي معلش، هروشي جامد جامد. هروشي يا هروشي. يا مامي القرف ده. قرشي كويس يا مي. يا مي انا مش قلتلك تستحمي؟ حاضر هستحمى يا سونيا. قدامي حاضر هستحمى. يلا يا الولية اللي انا متجوزها دي. يلا يما انا جرالي ايه؟